كاستمر سبورت بشكل مستمر. دلوقتي بيتم متابعة مع العملاء بشكل دوري من خلال التواصل معاهم من بدء من التسجيل حتى استلام الشهادات. فبدأ التواصل مع المتدربين بشكل دوري من خلال لايف شات أو الواتساب أو الاتصال فون أو من خلال البريد الإلكتروني. تسجيل في اجت اس هي فترة لا تتعدى 5 دقايق، ده وقت كافي جدا انك تدفع فيه وتبدأ الدراسة على طول.